تستعجل، هلا رح تشوف بعينك، ساعتها رح اخذك معه. شنو انت ما تعرف تربي وعم تتستر عليه؟ انا ما بتستر على حدا، انا رجال ولي هيبتي. مو لتحفظ هيبتك بالاول ابو رمزي؟ شفت بعينك يا ابو رمزي؟ شفت؟ نعم. من وين اجى هاد؟ ابو شار استر علي وعلى ابني ببوس ايدك. ايش كان بتبوس صباطي؟ ما راح استر عليك، والله لخليك تختخ بالحبوس والله. شو بدك مني؟ انا حاضر. شو؟ عم ترشيني كمان؟ ابو رمزي هي التهمة لحالها بتوصلك على القلعة. امشي معي لشوف. خلاص بنتفهم، كل شيء له حل. لك لوين بدك توصل ابو رمزي؟ لوين؟ ما في خواص بلوب. رح تروح معي يعني رح تروح معي. لحظة لحظة وراجع لك، وبدي اياك على انفراد. انتظروني برا انت وياه. عندك حلين، يا اما بتاخد هالذهبات يا اما بتاخدني محلهم. شو قلت؟ كم ذهب يا دور؟ 10 ذهبات، يا بتاخدهم يا بتاخدني بداله. ماشي يا ابو رمزي، رح اتستر عليه، بس الفرد ما رح ارجع لك اياه، رح خليه معي. وابنك رح نستضيفه عنا 3 ايام. شنو ما بدنا حدا يعرف انه احنا تواطأنا معكم. ماشي، المهم طالع لي ابني من الكركون. مو على عيني يا ابو رمزي، هات الدهبات. 10 دهبات. يا صباح الخير. هلا 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 بطويل العمر. هلا، ايش حالك؟ عسلك زين حيل. سمسم يا سمسم. سيدي جيب قهوة تكون مزيونة. حاضر. إيه طويل العمر، وش حال محجوب؟ عسنه زين حيل، تحسن جرحه قطيمونة؟ لا الحمد لله منيح. امبارح رجعنا على البيت وتركنا عنده واحد من شباب الحارة مشان يغلبه ويدير باله عليه. زين يا سيدي، قل لي لشوف شو رح تعمل بقضية محجوب؟ يعني رح تكتب ضبط ولا تغض نظر؟ والله يا اخوك شكري بلا مسا اعترف انه هو اللي ضرب الفشك على محجوب. شو؟ واعترف انه ينجاب السلاح؟ والله يا اخوك فتشنا دارهم وما لقينا شيء، بس التحقيق مستمر، وان كان اعترف وين مغبي السلاح وكاد نفتح ضبط بالحادثه، ووقتها ما اقدر افيده بالشيء، امر الله وصار. اي بس انا شايف شيء ثاني. خود هدول، جيب شوية أغراض للبيت وخلينا نلف الموضوع مشان محجوب ومشان هذا الواطي. شكري. واني من رأيك زاد، بس المصيبة من إيه؟ المصيبة عند هذا بواق الدجاج الحصيني أبو منشار ما يتأمل. القصة قصة كبيرة كبيرة بحيل، شروع بل شتل، ما هي عضة شلب. شو ويله أبو منشار؟ ماني شايفه. إي بالله ما هو وين. يمكن أقدر أدبر الموضوع، أخله شكري يومين ثلاث عندي هين، منه أربي ومنه أقدر أتفاهم مع هذا الحصين يا أبو منشار. يعني بفهم من كلامك أنه راح تلفلف في الموضوع؟ والله يا طويل العمر
إن ما اعترف شكري وين مغبي السلاح بإذن الله محلولة. أنت قدها ودود يا أبو مشعل. يلا هلا ما نفتح. السلام عليكم. إيه والعود والمعبود ما تروح إلا تشرب القهوة. خليها مرة ثانية. وكل نوبة تقول لي مرة ثانية. الله وياك. الله وياك يا طويل العمر. الله يشبحك. الله يشبحك يا سمسم. الزلمة بكل نوبة ينطينا هالمصيريات وانت القهوة ما ت... إيه عوذة. عوذة. سمسم! السلام عليكم. السلام عليكم يا بي. أهلين يا بي وعليكم السلام. الله لا كان جاب الغلاء. ليش يا بي؟ ليش يا بي؟ الضار يا بي، الضار جاي على الشغل يا بي، لكن الدكان بدها رجل مكسورة. شو ما بتعرف وين كنت يا بي؟ بعرف يا بي. تترك الزلمة لحاله يعني؟ لك ما لك تتركه لحاله، بس كان فيك تجي بكير شوي يا بي. ما بقدر يا بي، الزلمة وحيد ماله حدا، بعدين غير هيك عمي أبو عزام قال لي خليك عنده دير بالك عليه. بعرف إنه أبو عزام قال لك دير بالك عليه، بس كمان الشغل لك ابني أهم بكتير. أمرك بس المهم أنت ما تعصب. ماني معصب. قل لي كيف صار هلا؟ الله يفرج عليه، إن شاء الله عم يتحسن. بتعرف شكري من امبارح شاعطينه على كراكون وناس دين فيه قتل. لا 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 يا شكري. بس ما تقول لي اعترف. ما بعرف اعترف، قالوا شاعطوه امبارح بالليل ولهلا ما حدا بيعرف عنه شيء. الله لا يوفقك يا شكري، ايش كنت انت اللي عامل هالعملة؟ لك كم مرة قلنا له يضبضب هالقصة ويكف بلا بقى؟ العمى؟ الحق مو علي يا بي، الحق على أبوه، كان لازم يزوزه، بركي بيركن هيك وبيهدى. يسلم هالتمك بس. مظبوط، الجواز بيعلم الركونة والهداوي، بس على سيرة الجواز ما بدك تفرح بابنك بسام وتجوزه؟ بلا يا بي، الله يفرحني فيك يا بي، بس كل شيء وقته حلو، لا تستعجل يا بي لا تستعجل. مظبوط يا بي، ليش العجلة؟ ليش الواحد بيستعجل ما بعرف. كلموني يا بيك. هلا 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 هلا. أب احنا دوينا قرص بلافين، وإذا عجبني رح آخذ واحد ثاني. والله شو ضحكتني والله ضحكتني. والله بدك تاخذ قرص بدك تدفع حقه، بدك تاخذ مستوى بدك تدفع حقه، بدك تاخذ رسالة بدك تدفع حقه، يعني كله بدك تدفع حقه، شو هيدوقني وعذبني. لك لا يا أب احنا مين قال لك ما بدي يدفع؟ عم نقول لك بندوق قرص بنعطيك حقه، شو هالشغلة؟ هذا هياخذ لك قرص. شو هذا يا ملك الفلافل؟ أبو رحلة أعطيني واحد تاني. ولا قال لك لف لي عروسي على كيف كيوفك. مو من عيني، بس شو شكلك مو كسر السفرة اليوم؟ لا والله ما كسرتها، بس من بكرة بدي كسر لها راسها. شو قوي، بس لمين بدك تكسرها؟ للصفرة أبو نحلة. شو بنا للصفرة؟ ايه لأنه يعني هيك يا عم بقطع وتلحوش مثل ما ياهو العوامي صاير أبو علي، ما بصير هيك، فهمتها غلط أنا. أبو نحلة بعت لي العروسة على المحل وأنا بعت لك حقها. السلام. الله معه. اشتغل يا أبو نحلة، اشتغل اشتغل وتعب وبعدين ببعت لك حقها. اشتغل اشتغل تعب. اشتغل يا عزيز. شو هذا؟ بدك السرعة، شو بدك السرعة؟ تعالوا هون. اسمعني منيح شو بدي اقول لك. بالنسبة لحقوق الزريعة رحنا وما لقينا شيء، وإذا سألك الوزباشي مين اللي قوص على محجوب بتقول له إنه مو أنت اللي قوصت واعترفت تحت الضرب. مفهوم شو عم بحكي؟ ايوه. ايه شو علي؟ مثل ما بدك بصير ابو منشار. وانا بكره الصباح بحاول طالعك من هون. الصباح مين غير الاحوال؟ شو على ابو منشار هاد؟ اقلط جاي. السلام عليكم.
ابو منشار، شحالك؟ عسلك زين حيل. الحمد لله. جاي بوقت غير وقتك، عسى ما ابو شر. جاي اطمن عليك، عيب ولا حرام؟ تتطمن عليك العافية. قل لي يا اخوك، شكري علم على مكان السلاح؟ والله لحد هلا ما قر، بس بوعدك معه رح يقر. قل لي يا ابو مشعل، فتحت ضبط بالحادثة ولا لسه؟ لا ما فتحنا، ويمكن ما نفتح ضبط. ما تريد نشيل خطية العجي ويرد مرة ثانية على حبس القلعة؟ مزبوط، معك حق. والله أنا هيك عم بقول كمان، حرام. أبو منشار ما يريد يتبهدل العجي، والله شغلة عجايب الزمان. أخاف تريد تتغدى بي بالداخلية. لا يا أبو مشعل، هيك ظنك فيك؟ أنا أغدر فيك؟ وحياتك يا أبو مشعل، اللي بدك يا بيصير. بدك تفتح ضبط؟ منفتح ضبط. ما بدك تفتح ضبط؟ ما منفتح ضبط. بعدين لحتى تعرف إنه أنا بحلب صافي، وأنا مو قاتل حالي على الكرسي تبعك أبو مشعل. شنو أنا بشغلي وأنت بشغلك. اي زين، ان شاء الله تكون النوايا صاغ سليمه، لاني بعون الله انا ما اوقعوا حيلي ابد. ابو مشعل، ما بصير الا اللي بدك اياه. سلام. الله وياك، مع اني ماني مصدقك، بس لزوم انطيك فرصه.